طيب دلوقتي معايا عبر زوم احد المدربين اللي عمل لفترة طويلة جدا مع منتخب مصر في فترات سابقة، وكان ليه صولات وجولات وتحديدا في مركز حراسة المرمى، لان كان وقتها معاه عدد من الحراس المميزين. لو هنتكلم مثلا في فترة من الفترات بتتكلم على عصام الحضري، بعديه محمد الشناوي، دخل احمد الشناوي، كمان كان كذا حارس موجود مع الكابتن زكي عبد الفتاح، مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني في فترة مهمة جدا كانت مع بوب برادلي اللي كان المدير الفني الأمريكي اللي تولى تدريب منتخبنا في فترة مهمة جدا. يمكن ما كانش محظوظ أنه يتأهل لكأس الأمم، ولكن لعب تصفيات كأس عالم على أعلى مستوى فيما عدا المباراة الأخيرة اللي كانت مع منتخب غانا، ودي لها ظروف تانية وقتها. طيب في البداية بالتأكيد برحب زي ما انتم شايفين معايا بالكابتن زكي عبد الفتاح، موجود حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وعايزين نقول له صباح الخير. صباح الخير يا كابتن زكي. صباح الفل، وصباح الفل على الجميع. وقبل ما ابدا بحب بس نقطه صغيره. اتفضل. انا كنت امبارح في قمه الفخر كمغترب هنا في امريكا، في وسط المجال الرياضي الامريكي هنا. كنت مفتخر وفخور جدا بالنادي الاهلي، بقول له الف الف مبروك الجائزه الجميله دي. ما تعرفش الناس هنا، الوسط الرياضي كله، في مش الكوره بس، قد ايه النادي الاهلي مكبرنا ومشرفنا هنا في امريكا. فالواحد كان متشرف ان في مصري، والنادي الاهلي ده جزء كبير من مصر وحاجه مهمه جدا في مصر. والله الحاجه الثانيه اتفضل. الحاجه الثانيه اه الحاجه الثانيه كلمه الكابتن الخطيب القصيره جدا بس الكبيره قوي في معناها، بتأدي بتعرف قد ايه قيمه النادي الاهلي واخلاق النادي الاهلي. فانا فخور جدا 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 بان النادي الاهلي ده موجود في مصر، وانا بتشرف ان انا مصري موجود هنا. فانا مبسوط جدا جدا، وشكرا للنادي الاهلي. حقيقة كابتن زكي، يمكن دايما كده لما بتكون معانا في مداخلات عبر قناة الأهلي وبتبقى الرسائل الإيجابية من منظومة الأهلي الرياضية مسمعة في الولايات المتحدة الأمريكية، زي ما فخر ليك فخر لينا. بالتأكيد ده الدور الأهم للمؤسسات الرياضية وتأثيرها الخارجي قبل الداخلي. طبعا، ودي حقيقة. أنا دي حقيقة. أنا بص، أنا ما بشجعش، ما بقولش إن أنا بشجع الأهلي أو بشجع، أنا محلاوي وانتمائي للمحلة. أنا عارفين بقول طبعا. كلمة حق. أنا كلمة حق شايف، لو نادي الزمالك في نفس الموقف هقول نفس الكلام. أنا بفتخر إن أنا مصري، والنادي الأهلي ده جزء في مصر. وزي ما بقول لك، اللي هنا في مصر في أمريكا الناس كلها ما تعرفش إلا مو صلاح والنادي الأهلي. ده الكرة، عن الكرة في مصر، غير كده ما بيعرفوش حاجة. فطبعا، وكلمة جوارديولا كمان، إن ازاي الناس مش فاهمها برضو، ازاي شعبيه الراجل بيروح هو وعيلته يزور مصر، بيتكلم يشوف الناس النادي الاهلي، فبيتكلموا عن الشعبيه ومين الشعبيه الكبيره وبتاع. ده طبعا لازم الناس تبقى فاهمه قد ايه شعبيه النادي الاهلي، ما بيجيش من فراغ، والناس اللي بتحاول تقلل من الشعبيه دي او لا. ده طبعا لو شوف الكلمه يعني قله ادب، لان الراجل جه نزل مصر حس قد ايه قيمه النادي الاهلي في مصر وقيمه شعبيه النادي الاهلي في مصر وفي الوطن العربي، ودلوقتي على المستوى العالمي دلوقتي. الحمد لله. فطبعا شيء ما اه فشيء طبعا لازم نفتخر بيه كلنا كمصريين، وان نادي مصري اللي هو وصل بقى لموضوع العربيه او القاريه، لا دلوقتي بيوصل وبيحط رجله على العالميه ان شاء الله. طيب فشرف ليا طبعا. الحمد لله كابتن زكي. طيب وانت موجود في امريكا، يعني شايف المنتخب من بعيد وبتتفرج بهدوء، بعيد عن بقى عن ضغوط الاعلام، السوشيال ميديا، الجماهير، اولا تقييمك لمرحله المنتخب في المباراه الاولى والثانيه، وشايف المنتخب محتاج ايه، ولو في مشكله ممكن تتحل ازاي؟ بص، انا قبل حتى الدوره انا قلت منتخب مصر بيتميز عن ال 24 فرقه الموجودين في البطوله كلها، وبيتميز عن اي منتخب في العالم. انا مرنت اللي كان لي الشرف طبعا تمرين منتخب مصر، ومرنت منتخب امريكا ومنتخب كندا. فانا شايف ساعه ما اللعيبه المصري بيحط فانلة وبيجي المعسكر بس انه جاي هيلبس فانلة مصر، بيبقى روحه قتاليه عن اي حد في العالم. يعني 50% من اسباب الفوز الروح القتاليه دي موجوده في اللعيب المصري. للاسف الماتشين اللي فاتوا ما كانتش موجوده، ده السبب، ده اللي ما كانتش موجوده. اسبابها كتيره، ان ما بقاش فيه روح، وكل كرة بتقاتل عليها 50-50 بول، الكلام ده تكسب كل كرة على الاقل نسبه كبيره للكور المشتركه تاخدها، انك انت زميلك مكسل شويه التاني بيغطيه،
كل الحاجات دي كلها بتيجي اللي هي الروح، فاهم قصدي؟ فاحنا كنا مفتقدين الماتشين اللي فاتوا دي. ففي في حاجه، انا في حاجه مش مظبوطه في الفرقه، في حاجه مش مظبوطه. ما اعرفش، مش جوه الفرقه اتكلم، بس احنا كفنيا احنا مش احنا على قد المستوى اللي احنا بنتمناه، او اللي هو المفروض يكون فنيا بدنيا ذهنيا. المنتاليتي بتاعنا زي ما قلت، الروح مش هي. فربنا يستر. وفي نغمه انا خايف منها، ان اللي هي دلوقتي كاف فيرد دلوقتي اللي هو الراس الاخضر، ان هم هيريحوا الاساسيين والكلام ده. نخلي بالنا في برضه نقطه، احنا لعبنا 5 ماتشين في 5 6 ايام، صح؟ كل ثلاث مظبوط. ايام ماتش، فاللعيبه دي مجهده. النهارده لو هو ريحوا الناس دي، انا يعني لو انا موجود اتمنى ان هم لاعبين ماتشين زينا برضو، وهم لاعبين على الاقل يوم بعدينا، يعني هم هيبقوا مجهدين اكتر مننا. اما يريح ناس، هينزل ناس ثانيه، ناس جعانه، ناس رجليها فريش ريجز، هيبقى احنا مرهقين من ماتشين. فاحنا لا، فتبص هتلاقي ايه، تخوف. ما صحيح. نوصلش لمرحله، ما تخش المرحله ان احنا لا لا هيلعبوا الاساس، هيقعدوا يعني فرصه لنا. لا، ما تكنش كده. اي حط اي حد اساسي احتياط، انت لازم تكسب ال3 ماتشات، لازم تكسب ال3 ماتشات. غير كده هنقعد نفكر في حاجات احنا ما بنقدرش نتحكم فيها، هتشغلنا، هتشتت تركيزنا. فانا شايف نقطه خطر، انا شايف انها هتبقى خطر نقطة جدا، مهمة فعلا. انهم لعبوا اللعيبه المريحه ولعيبه صغيره وفريش ليجز، وهانجر عايز يبروف يوسف، عايز يبين للمدرب ان انا مش اقل من الاساسي، والروح هتبقى عاليه، فممكن يؤذونا، فممكن يؤذينا. فاحنا لازم نفكر في النقطه دي. طيب انا ما شايف ان كله يقول لك لا لا، هيعادوا الاساس يلعبوا بالاحتياطي، والناس فرحانه ان كده. فانا شايف ان ده نقطه خطيره جدا يعني. طيب في نقطة تانية برضو محدش ناقشها بشكل موسع، ولكن اتحاد الكرة لما تعاقد مع روي فيتوريا كان تعاقد على مدى بعيد 4 سنين عشان الهدف التأهل لكأس العالم 2026، والناس توقعت ان المدير الفني البرتغالي هيجي يعمل جيل جديد او توليفة جديدة، ولكن فوجئنا لما تم اختيار قائمة المنتخب، منتخب مصر هو اعلى معدل اعمار سنية في كأس الأمم الإفريقية ومفيش عنصر جديد دخل على المنتخب. هل شايف دي مشكلة فنية بيعاني منها المنتخب دلوقتي، ان قبل كأس الأمم ما كانش فيه تحضير كويس للمرحلة اللي احنا فيها؟ نيجي من الاول، انا قلت قبل كده لما تاخذنيش على صراحتي، انا اتكلم بصراحه. اولا بدايه روي فيتوريا لما جه، الناس اللي في اتحاد الكوره ما فيش الرؤيه زيرو، ما عندهمش اي رؤيه مستقبليه لاي حاجه، هي قرارات بتطلع عشوائيه وكلام. هم جابوا روي فيتوريا ليه؟ تعرف السبب ان جابوا روي فيتوريا ليه؟ لان كان الاهلي بيتكلم مع روي فيتوريا، اختلفوا في الماديات الكلام ده. فهم انجاز الاتحاد الكره والحازم امام، ان هو الاهلي ما عرفش يجيب جروتي، انا هروح اجيبه. انت رايح تجيب له واحد وتدي له 4 سنين، مع احترامي للمدرب، مدرب كويس، ما مش هقول حاجه، انا بتكلم كرؤيه، للرؤيه كتخطيط. للمنتخبات، تمام. كتخطيط. انا اجيب مدرب بقى له 4 سنين عشان يخطط لي الكره المصريه ويبني لي الكره المصريه، مدرب عمره ما مر المنتخب، عمره ما مر المنتخب. انا طلعت قلت يا جماعه، انت بتدي له 4 سنين ومدرب عمره مر، هيجي يتعلم فينا تمرين منتخبات غير تمرين الانديه خالص. أكيد. وبدليل كل معسكر فيه مشكله، كل معسكر فيه مشكله، في حاجات كتير جدا هو ما عندوش خبره فيها، ما هو طول عمره تمرين يوم بيوم، كل يوم تمرين، انما يجي لك لعيب والاصابه، لعيبه جايه انت كمدرب بتشوف لعيبه المنتخب دي ممكن في السنه كلها 40 يوم، في السنه كلها بتمرنهم 40 يوم بين معسكرات والكلام ده، اربع فيفا ديت، وممكن لو دوره بتاخدهم قبلها باسبوعين، يعني ما فيش وقت، اللي مش انما مختلفه خالص. فانا قلت يا جماعه انتوا جايبين، فحتى طلع في ناس طلعت هاجمتني، ما قالتش بالاسم، بس انا لما قلت كده طلع، مثلا خلينا انا بتكلم بصراحه، مثلا ايا طلع كانت فيديو قال الاسماء، لك ايه، ايا كانت. مثلا، ولما حد بيتكلم، فطبعا طلع، طبعا انت عارف ان ميدو المستشار الخارجي بتاع حازم وبركات، فطلع قال لك لا، ده تاكي مرن ايطاليا، وهو كان عمره ما مرن منتخبات، ومرن منتخب ايطاليا وخد بطوله اوروبا معاه، بس تاكي ده ايطالي، الجهاز الفني بتاعه كله ايطالي، والمنتاليتي الايطالي، ما جيبش واحد من البرتغال ما يعرفش المنتاليتي بتاعنا ايه، ولا اول مره وجايب جهاز كله من البرتغال وتقول له مرن، واول مره يمرنه منتخب. فحصل طبعا الفجوه دي، ان غير المنتخب، ما انا بقول لك تمرين مختلف خالص خالص، انك تدرب منتخب، هو بيتعلم فين، هو بيستفاد فيه، يعني هو اكتر واحد مستفاد.
حتى اكتر القضاء الله واحد. ما كناش اكتر واحد مستفاد هو، لانه بيتعلم فينا دلوقتي ممكن الاخطاء اللي بيعملها دي. حتى كل هات لي معسكر ما كانش فيه مشاكل، هات لي معسكر كل تمام معسكر فيه مشاكل. تمام طيب يعني فانا شايف ان دي ما فيش رؤيه طبعا. وبدليل النهارده زي ما تقول الاعمار دلوقتي كبيره، انت بتبني ازاي والاعمار كبيره وداخل على بعد كده تصفيات كاس عالم، وكاس عالم مش سهله. كاس عالم ده اي حد، لو اي مدرب هيمسك منتخب مصر يوصل ده تسعة ونص دول هتخش كاس العالم. أكيد أكيد فانا أكيد. شايف هي خطوه ما فيهاش اي رؤيه خالص، وخطوه غلط، والناس لازم تتحاسب، طيب الناس اللي لازم تتحاسب. طيب عشان وقت حضرتك ما اطولش عليك اكتر من كده، لا طبعا النصيحه اللي طبعا توجهها لحراس مرمى منتخبنا محمد الشناوي، ابو جبل، صبحي، وكمان احمد الشناوي. بص، خلينا واقعيين. الشناوي الاربع الدجوان اللي دخلهم، انا كشناوي تعرف له احترام كبير، هو نمره واحد في مصر، ملوش منافس يعني. مش هقول لك بس الاربعه ممكن يتعامل معاهم احسن، انا مش خلينا هو لا ممكن يتعامل معاهم احسن. واحنا ما يعني كان ممكن نكسب ماتش لو هو وفق في اي من الاربع تجوان دولت، وهو كان ممكن، بس هو ما فيش توفيق. فكان يتعامل معاهم اكتر. انا عايز التركيز، اللي فات ده خلاص بقى تاريخ يعني. ماتش غانا انتهى. وماتش موزمبيق انت تاريخ مش هتقدر تغيره، هتقعد تقول يا انا على كنت، مش هتقدر تغيره خلاص. الحاجه اللي ما تقدرش تتحكم فيها ما تفكرش فيها، انت اللي جاي اللي هتبني تكتب في التاريخ. الماتش اللي جاي ده ركز، هدوء، انسى اللي فات خالص، وكل ماتش بماتش، وكل كره بكرتها، ما قدر الله غلط ما تفكرش فيه. ان شاء الله مثلا صدى كبيره جدا ما تفكرش فيها، اللي جاي هو اللي جاي، فكر في اللي جاي. فانا ان شاء الله سيبك من اللي فات، فكر في اللي جاي، ركز، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب. لان يعني لازم ان شاء الله نكسب من غير بإذن مقاطعه ان الله شاء الله. بإذن الله. مش هيبقى ماتش سهل، مش هيبقى ماتش سهل. أكيد أكيد عشان نكسب، عشان نكسب لازم كل لعيب يدي 110% من لما من اللياقه البدنيه والذهنيه وكل حاجه، بإذن الله. غير كده هيبقى صعب. كابتن زكي عبد الفتاح، أنا بشكرك جدا على هذه المداخلة المهمة جدا، اتكلمنا في تفاصيل فنية مهمة مع الكابتن زكي عن الحديث عن الاستعداد لمباراة الرأس الأخضر والشكل العام لمنتخبنا في الفترة الحالية. الراجل اشتغل مع منتخب مصر فترة طويلة وعاش وشاف الكرة المصرية بتخطط وبتشتغل ازاي، ورؤية كمان على مباراة الرأس الأخضر. نتمنى يا رب يكون فيها التوفيق لمنتخبنا الوطني.